واتخاذ الند على نوعين، هناك الند الذي يتخذ على سبيل الشرك الأكبر كما يفعله من يصرف العبادة لغير الله تعالى، وذكره الله تعالى في كتابه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. النوع الثاني من اتخاذ الند، وهذا اتخاذ أهل الجاهلية ومن يصرفون العبادة لغير الله كمن يصرفونها لأهل القبور ونحوهم من المخلوقين، فهذا شرك أكبر لا إشكال فيه. هناك نوع آخر من اتخاذ الند هو شرك أصغر، أمثلته في هذه الأبواب: منه التسوية في المشيئة كقول ما شاء الله وشئت، وقول لولا الله وفلان، ومنه الحلف بغير الله الذي يقع من المسلم عادة، فإنه المعتاد أنه يكون شركا أصغر